أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دعائے قنوت جو وتر کی نماز کے اندر تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يهجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نماز تراویح جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں پڑھی جاتی ہے, اس کے ہر چار رکعت کے بعد بیٹھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. الصلاة بر محمد, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله.